ونتحدث أكثر عن تحركات في الأسواق العالمية. سالي، هذه المرة نتجه مباشرة إلى أحمد عزام، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا بك أحمد. يعني دعنا نتحدث عن ما تراقبه الأسواق بشكل أكبر، التحركات وبيانات التضخم. برأيك أحمد، بعد هذه البيانات ماذا نترقب تحديدا للدولار والذهب الذي نشهد عليهم بعض الهدوء مؤخرا بالنسبة للحركة؟ صباح الخير رندا وسالي. نعم، عندما ننظر إلى متوقعات أرقام الوظائف، أرقام التضخم، من المتوقع أن تكون الأرقام باردة نوعا ما. متوقع أن تكون الانخفاضات لأرقام التضخم ل 3.3% نوعا ما. البرودة النعومة في القراءة رندا قد تعطينا فكرة بأن لن يتغير هناك توقعات رفع أسعار الفائدة. شهر 12 متوقع فيها 15% رفع أسعار الفائدة، فيما لو جاءت القراءة باردة نوعا ما فسوف نستمر على نفس التوقعات. ما تحتاجه الأسواق الآن هي تأكيدات أكثر على توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة. الأسواق بدأت تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في منتصف العام القادم، لا بل صناديق أو بيوت الاستثمار العالمية بدأت تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفوائد ب 275 نقطة أساس. يو بي اس تحديدا ذكرت بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، لكن عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية رندا لا تزال هناك عدم اليقين من ناحية البيانات الاقتصادية، خاصة مع أرقام النمو 4.9% لا تزال مرتفعة جدا. لم نحصل على اعتدال بالنسبة لبيانات الوظائف الأمريكية، خاصة الأجور عند 4%. فبالتالي على ما أعتقد عدم اليقين قد يستمر في الأسواق حتى لو جاءت القراءة باردة، قراءة ناعمة بالنسبة للتضخم. فبالتالي قد تكون هناك تداولات ضيقة بعض الشيء، قد تتأثر عوائد السندات على ما أعتقد بشكل أكبر من التوجهات للاستثمار بالنسبة للدولار الأمريكي والذهب تحديدا. على ما أعتقد رندا هناك إمكانية تداولات ضيقة دام عدم اليقين متواجد، فعلى ما أعتقد إمكانية تداولات ضيقة بالنسبة للذهب والدولار الأمريكي للفترة الحالية لاجتماع الفيدرالي القادم في ديسمبر. نعم أحمد، يعني احنا هذا الأسبوع أيضا على ترقب لبيانات التضخم من الاقتصاد البريطاني، يعني وهناك توقعات بأن يكون أيضا في تباطؤ لهذه الأرقام. برأيك اليوم إلى أي مدى المعطيات التي يشهدها الاقتصاد البريطاني وأيضا هذه الأرقام إن فعلا تم تحقيقها برأيك ستغير من مسار البنك إنجلترا في اجتماعه المقبل؟ على ما أعتقد سالي المسار بات واضح بالنسبة لبنك إنجلترا تحديدا مع أرقام النمو الاقتصادية، أرقام ضعيفة بعض الشيء. نعم قد سجلت ارتفاعات في نهاية الأسبوع الماضي، سجلت بعض الأنفاس بالنسبة للنمو الاقتصادي البريطاني، لكن لا تزال أرقام ضعيفة بعض الشيء. فبالتالي عندما ننظر إلى أرقام النمو الاقتصادي عندما تكون ضعيفة هي أرقام قد تدفع بنك إنجلترا لإمكانية تثبيت أسعار الفائدة. أرقام التضخم نعم لو سجلت تباطؤ كنظيرتها مثلا في الاتحاد الأوروبي 2.9%، 7.4% في بريطانيا بعيدة لا تزال كل البعد، لكن الأرقام تدفع البنك إنجلترا لعدم المخاطرة أكثر في النمو الاقتصادي. فبالتالي تثبيت أسعار الفائدة خاصة مع بيانات الوظائف اليوم البريطانية التي سجلت الأجور 7.9% لا تزال أرقام مرتفعة بالنسبة للأجور. فبالتالي على ما أعتقد تثبيت أسعار الفائدة حتى لو جاءت قراءة التضخم في بريطانيا قراءة ناعمة، فالتثبيت هو الحل بالنسبة لبنك إنجلترا. طيب أحمد، برأيك ما سمعناه من يو بي اس ما يخص توجهات الفيدرالي العام المقبل، يعني يقول بأننا قد نشهد مفاجآت بتخفيضات ربما في معدلات الفائدة ولكن قد تطول مدتها، يعني لا نتحدث يعني على الأقل بعد النصف الأول من العام 2024. نعم رندا، إيلون ماسك ذكر في إحدى مقابلاته الأخيرة حتى السفينة القوية في عندما تتعرض لاضطرابات في مياه مضطربة تواجه بعض الصعوبات. فبالتالي الاقتصاد الأمريكي مع قوته يواجه صعوبات مع أسعار الفوائد المرتفعة. هذا عمليات تخفيض أسعار الفائدة سوف تكون مقترنة تماما على ما أعتقد بأرقام النمو الاقتصادي. لا تزال أرقام النمو الاقتصادي مرتفعة جدا. عندما ننظر اقتصاديا عندما تكون أرقام النمو الاقتصادي مرتفعة تدفع أرقام التضخم لتسجيل ارتفاعات، فلا يزال هناك بعض
الحاجة لقراءات أكثر رندة، قراءات أكثر لتحديد إمكانية تخفيض أسعار الفائدة. لا أزال أشك بأن هناك إمكانية تخفيض أسعار فائدة حتى في بداية عام 2024. نعم في منتصف عام 2024 مع متابعة الأرقام الاقتصادية قد تكون واردة، لكن 275 نقطة أساس يعني الفيدرال الأمريكي قد يحتاج بعد منتصف العام تخفيض أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس. والتخفيض تخفيض أسعار الفائدة هي دورة قد لا يمكن العودة منها لإعادة رفع أسعار الفائدة فيما لو ارتفعت أرقام التضخم. فبالتالي على ما أعتقد التقرير قد يكون مبالغ في بعض الشيء رندا. نعم أحمد، يعني أيضا احنا هذا الأسبوع على متابعة لبيانات الناتج المحلي من الاقتصاد الياباني، وما زلنا نرى أيضا الضغوط الواضحة على الين الياباني، يعني أدنى مستوياته مقابل زوج الدولار ين، أدنى مستوياته في قرابة الين في قرابة العام، أيضا الضغوط للين ومقابل اليورو. برأيك اليوم إلى أي مدى سنشهد تدخل فعلي من قبل الحكومة من بعد القرار الأخير في المرونة في التحكم بمنحنى العائد للسندات؟ نعم سالي، على ما أعتقد أن الحكومة اليابانية قد تدخلت بشكل شفوي في الأسبوع الماضي عندما ذكرت أن وزارة المالية لم تتدخل في الفترة الماضية. كنا قد لاحظنا في شهر أكتوبر ثلاث مرات كانت قد سجل الدولار ين انخفاضات متسارعة ثم عودة إلى الارتفاعات. نفت الحكومة اليابانية أنها قد تدخلت، فبالتالي الأسواق باتت تسعر أن تلك التدخلات لم تكن من الحكومة اليابانية، فهو على ما أعتقد تدخل شفوي. مستويات 152 إلى مستويات 155 قد تكون جاذبة بالنسبة للحكومة اليابانية للتدخل في الين الياباني، خاصة مع محاولة التغيير في منحنى عوائد السندات. 1% باتت حد وليس سقف، أي أن إمكانية عوائد السندات أن تسجل ارتفاعات، فقد تكون هي إشارة نوعا ما إلى إمكانية الولوج إلى تجديد السياسة النقدية في الفترة القادمة. لما لا أن تكون عمليات التجديد في الفترة القادمة في عام 2024 بالنسبة لبنك اليابان واردة جدا. التدخل لليابان بين 152 إلى 155 على ما أعتقد سالي. نشكرك أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. شكرا.